بعد كل الإشاعات التي تقدمت على رياض محرز على أنه سينتقل إلى الأهلي السعودي أو إلى أحد الفرق السعودية، حفيظ دراجي بعدما سئل عن انتقال رياض محرز، ممكن لأنه ممكن يكون مقرب شوية من رياض محرز، هذا ما رد عليه حفيظ دراجي. يلا اسمعوا معنا يا خوتي، مما أنا قلت هذا الكلام قبل، يعني حتى قبل حفيظ دراجي قلت رياض محرز ممكن يزيد موسم على الأقل في ثمك في الدوري الإنجليزي أو في البايرن أو المهم في المستوى العالي، بعدها ممكن نشوفه في السعودية. تصير قبلة كرة القدم العالمية من خلال استقطاب لاعبين نجوم كثر. الغاية ليست هي استقطاب هؤلاء النجوم، الغاية هي الاستقطاب نحو السعودية، لأنه عندهم غايات أخرى مرافقة، ليس بالضرورة في المجال الرياضي ولكن ممكن في مجالات أخرى ثقافية وسياحية وسياسية. أعتقد هي فلسفة وهي سياسة قدروا لها لأنه عندهم الإمكانيات لفعل ذلك. ممكن نرى محرسهم؟ حاليا لا أعتقد، حاليا لا أعتقد، بعدين ما زالوا عقده، ما زالوا سنتين، ممكن يبقى كل شيء وارد طبعا مع العروض اللي تأتي من السعودية، ممكن تغري أي لاعب مهما كان حتى ولو كان ميسي.